أن المجلة الأفريقية هندسوها إلى 7 مجالات نكلفهم بترجمة مجال اللسانيات، فيه مجال يخص اللسانيات واللغة بصفة عامة وهو مجال واسع، لكن نترك لهم فسحة برعاية المجلس العام للغة العربية مع هذه الجامعة أنهم يترجمون. لماذا؟ لأن هذه المجلة كبيرة جدا مكتوبة باللغة الفرنسية، عمرت قرنا و6 سنوات وأعداد كبيرة جدا وكلها بالفرنسية، أسهم فيها الكولون، أسهم فيها الكثير من الجزائريين، أسهم فيها بعض العسكر، ولكن أسهم فيها بعض الجزائريين على غرار ابن شنب مثلا، ولكن كتب مقالات كثيرة فابن شنب. وتلاحظون في اللسانيات كتب عن اللغة التركية، عن اللغة العربية، العلاقات الموجودة بين اللغة العربية واللغة التركية.